أيها الإخوة الكرام، ما من خطأ يصيب الإنسان، أو ما من مشكلة تصيب الإنسان، أو ما من محنة تصيب الإنسان إلا بسبب خطأ في السلوك ناتج عن خطأ في التصور. يعني أحياناً الأب يموت يترك أولاد، أحد أولاده قوي، أكبر أولاده، وله سطوة على إخوته، يأخذ الثروة كلها، يدع لإخوته الفتات، ويظن أنه بحكم قوته وعمره وسيطرته وهيمنته هذا من حقه، ولم يدخل الله في حساباته. النتيجة، والله سمعت قصصاً كثيرة، أن هذه الثروة الكبيرة التي اغتصبها من إخوته وتمتع بها تذهب أدراج الرجاح، ويضطر أن يعمل محاسباً عند إخوته الذين حرمهم هذه الثروة.